أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. دعا خطيب جمعة التيار الصدري في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد مهند الموسوي، دعا أنصار التيار إلى مواصلة اعتصامهم إلى حين حل البرلمان الحالي والمضي بإجراءات انتخابات جديدة في البلاد أو بإجراء انتخابات جديدة في البلاد. وقال الموسوي إن سياسيي الصدفة كما سماهم يعلمون من هو جيش المهدي وسرايا السلام عندما كانوا خدما للقوات الأمريكية، في إشارة منه إلى قيادات الإطار التنسيقي الموالي لإيران. وأضاف بأن الإعلام الكاذب والمزيف لأولئك السياسيين لم ينفعهم في النيل من عزيمة التيار على حد تعبيره. دعونا نتابع جانبا مما قاله خطيب التيار الصدري في خطبة الجمعة اليوم في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، فلنتابع. يعلمون من هم جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حينما كنتم أعوان وخدم للاحتلال والظلمة كانوا ولا زالوا عندكم قوات صديقة والشواهد كثيرة لا ينفع معها إعلامكم الكاذب والمخادع، طبعا لسياسي الصدفة، لا ينفع معها إعلامكم الكاذب والمخادع. إن رهانكم على كسر شوكة الصدر والصدريين رهان بائس وفاشل. طبعا خرج المئات من أنصار تحالف الإطار التنسيقي في بغداد الحليف لإيران اليوم الجمعة في تحشيد هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين بتظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، قبل أن يقرروا تحويل حراكهم إلى اعتصام مفتوح كردة فعل على اعتصامات أنصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء التي تختتم غدا السبت أسبوعها الثاني على التوالي، في مشهد يعكس مدى الاحتقان بين الطرفين اللذين لجأ كل منهما إلى استخدام ورقة الشارع وتحشيد جمهوره. وتجمع أتباع الإطار التنسيقي عند بوابة الجسر المعلق للمنطقة الخضراء والتي أغلقت اليوم، بينما انتشر عندها العشرات من عناصر القوات الحكومية وردد المتظاهرون هتافات مختلفة تؤيد الاحتكام كما قالوا للدستور، وأخرى تهاجم من تصفهم بالإنقلابيين في إشارة واضحة إلى التيار الصدري. حمل المتظاهرون صور زعيم دولة القانون نور المالكي وهتفوا بنعم للمالكي ونعم للحشد، وأصدرت ما تعرف باللجنة التنظيمية لتظاهرات الإطار التنسيقي بيانا قالت فيه بأنها تطالب بالإسراع في تشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات، كما طالب البيان القوى السياسية الكردية التي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على أن يكون رئيس الجمهورية من استحقاقها، بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وإنهاء كل ما يعوق الإسراع بحسم الموضوع. طالب البيان أيضا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق عمل البرلمان والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب كما قالوا، والشعب له حقوق معطلة وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة. هذا بحسب ما جاء ببيان الإطار التنسيقي. وأعلن أيضا تحول التظاهرات إلى اعتصام أمام المنطقة الخضراء. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات واعتصام أتباع الإطار التنسيقي اليوم في العاصمة بغداد. كلا للانقلابيين. نعم.
طبعا انتشر مقطع لأحد أتباع الإطار التنسيقي وهو يتحدث مع إحدى القنوات التلفزيونية وهو يقول بأنهم يرفضون الكاظمي وبعد ذلك يهتف نعم نعم للكاظمي، ما أثار تهكما وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. يجب إسقاط الكاظمي عن بكرة أبيه، كل ما يجري من أحداث في العراق هو الكاظمي البريطاني السعودي. نحن نرفض رفض قاطع للكاظمي، نحن جمهور الإطار التنسيق نرفض رفض قاطع الكاظمي. نعم نعم للكاظمي، الكاظمي يقول حرب حرب، صلح صلح، سلم سلم، نعم نعم للمالكي. نعم، يبقى التساؤل في ظل التظاهرات والاعتصامات إن كان للتيار الصدري أو الإطار التنسيقي الذي هو الآخر أعلن اليوم الاعتصام حتى تحقيق المطالب، إلى أين سيصل حال البلد في ظل تفاقم الصراع بين شركاء العملية السياسية ومن تفاعل الجمهور العراقي على فيسبوك حول هذه التظاهرات والاعتصامات من العراقيين؟ من علق وقال على فيسبوك، نأخذ هذه التعليقات. ناصر حميد يقول لو بيكم خير كان طلعتوا على أسيادكم اللي باعوا البلد وراح تروحون بالرجلين للأسف. نزار جبار يقول لك هاي عالم ما تستحي، عالية من بالله طالعين مظاهرات على الكهرباء، لو على المي، لو على واقع الواقع الخدمي، لو على الفقر، لو على البطالة، شو الخضراء بيها حشدكم ودولتكم العميقة. هاشم طيارة يقول سوت لكم الحكومة، صار 20 سنة من إنجازات بس أكثركم مستفاد من هاي الحكومة الفاسدة، رواتب، بيوت، حزب، سلطة، الفقير ما يجوع، الله ينتقم منكم. يقول هاشم. أبو يوسف البصراوي يقول اليوم تحقق اليقين بأن من نزل للشارع من الطرفين ما هم إلا أتباع الفساد، تقودهم العاطفة والمصالح وقد أقفلت العقول، كما يقول أبو يوسف البصراوي. معنا اتصال من مصر. أحمد مرحبا بك معنا. أحمد، كيف ترى تظاهرات وإعلان الإطار التنسيقي اليوم الاعتصام أمام المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع اعتصام التيار الصدري الذي بدأ منذ أسبوعين؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أحييك الرفين والكادر. أهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. يا هلا بك. بالنسبة للتظاهرات بتاع مقتدى الصدر وعمار الحكيم والفرقة بتاعته والجماعة بتاعته ومقتدى الصدر والجماعة، نعم، دول بيدور كل واحد بيدور على مصلحته. يعني هو بيدور على مصلحته، ما يلزموش مقتدى الصدر. من امتى ما انت مشارك بلد تعتبر سنة في الفساد؟ انت كنت شايف فين انت؟ ما انت عينك ملوثة بالفساد. انت فاهمنا يا استاذ عمر؟ انا عارف الشعب بتاع فين، الشعب العراقي، لان الشعب العراقي شعب طيب وشعب كريم واحنا بنحبه، لان كان في مفاجاه شغاله هناك وكانوا محترمونا وكانوا بيحبونا، فاحنا بالغير علوم احنا عايزينهم الاحسن، الشعب العراقي الاحسن. اما بالنسبه لثوار تشرين، نعم، لو نزلوا في الشارع، انا بسال سؤال، لو الناس ديت الشعب العراقي نزل مع ثوار تشرين، لان خوفنا من الناس الثانيه بالنسبه لمقتدى الصدر والاطار التنسيقي بتاع عمار الحكيم والمالكي اللي كان بيبيع السلاح في سوريا. فالشعب لو طلع في مظاهرات ثوره شعبيه، الشعب طلع كله. طب انا بسال سؤال، الميليشيات ديت مش هتسلط بلاغتها في شعب مسلح؟ يعني الميليشيات مسلحه هتقتل الشعب العراقي، الناس الفقراء والناس البسطاء من الشيعه واهل السنه طلعوا في المظاهرات، ما هو الميليشيات هتضربهم بالنار. ففي جيش عراقي المفروض يبقى واحد قوي الناس دي في سكان، لان الثوره المصريه، الثوره بتاعت مصر 25 يناير مش مفيش سلاح وكان الجيش قوي. نعم مفيش عندكم جيش، فدول مصلحتهم مظلومه. يعني مثل ما تعرف أحمد بأنه في 2019 عندما خرج ثوار تشرين تم قتلهم وقمعهم. يا باشا ما هم دول كلهم إيدهم ملوثة بالفساد. رجل كان بيبيع سباح في سوريا في حي سيرة زينب وهرب من العراق عشان مطلوب، كان راجل مطلوب للرجل السابق الله يرحمه سلطان حسين، لأنه كان راجل وطني وكان عايش معايش العراقيين في خير. وأنا بقول لك بصراحة أنا ما بحقدش على الشعب العراقي، كانوا بيقولوا على دكتاتوري، بس كان البلد اللي كان لاكي يبقى في المنطقه.
فدول انا بكره يعني الراجل متابع من على بعد يعني الشعب متابع الشان العراقي من على بعد. انا بقول وشكرا لحسن استماعكم. شكرا شكرا لك احمد من مصر، كان معنا ابو عراق من الفلوجه. ابو عراق اليوم اتباع الاطار التنسيقي اعلنوا اعتصامهم امام المنطقه الخضراء، كيف ترى هذا الاعتصام؟ السلام وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اهلا بك. اسمعك ابو عراق، اسمعك اسمعك. استاذ عمر، احنا اول شيء نحيي الشعب العراقي اجمع من شماله الى جنوبه. نعم. يا استاذ عمر. احنا لازمنا محاكمه دوليه. من 2003 اي واحد استلم بالحكم مو بس رئيس الوزراء حتى الموظف. ذول اللي دمروا البلد يا استاذ عمر. المحاكمه الدوليه اللي تخلصنا من ذوله. اما احنا اذا نبقى على هاي الاحزاب وعلى هاي التكنيكات هاي ما تخدم الشعب العراقي استاذ عمر. نعم. احنا نريد محاكمه. من 2003 شنو اللي سووه للعراق؟ شنو اللي سووه؟ مو هجموه يا استاذ عمر؟ مو خربوا الزراعه والصناعه والاقتصاد؟ شنو اللي خلونا بالبلد؟ شنو اللي خلونا اياه؟ وحتى لا تجي يا استاذ عمر، حتى لا تجي حكومه. نعم. مو هم راح تجي من نفسهم. مين راح تجي؟ طبعا راح تنزل الملائكه. والله يا استاذ عمر احنا ناموح سبحانه عز وجل ومحاكمه دوليه كل من استلم وظيفه من 2003 واللي حدث. نعم. يا ولد تخلص من دولة. اما هذول يا استاذ عمر لا تعملون بيهم، هذول كلهم تحت احزاب تحت خونه. نعم. دولة ديون الى الدول اللي محيطه بينا يا استاذ عمر. نعم. تسمعني استاذ عمر؟ اسمعك واضح. نعم. يا استاذ عمر الله يخليك، والشعب والله انتهى. انتهى. وهاي الاحزاب هاي يا استاذ عمر اللي كل حزب له ميليشيات. نعم. كل مسؤول له حاشيه. عم تدمرنا، عم تهدينا، عم الدول والامم المتحده خلصونا حتى الدولة. نعم. هذول اذا بقوا راح العراق بعد الى اسوء. كل ايام قريبه وراح تثبت لكم الايام. وانا اشكرك. شكرا لك ابو عراق من الفلوجه كان معنا. طبعا قال مراسل العربي الجديد بأن شاحنات ضخمة بدأت بنقل سرادق ومعدات تخييم من أمام بوابة الجسر المعلقة المقابلة للمنطقة الخضراء من الجهة الشمالية، مع بدء قوات الأمن بتحويل مسار السيارات القادمة إلى المنطقة بعد إغلاقه من قبل أنصار الإطار التنسيقي الذين قرروا المبيت في المكان. طبعا في أول تعليق على هذه التظاهرات، تظاهرات الإطار التنسيقي، من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قال بأن التظاهرات تثبت بأن الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل جهة دون أخرى، بحسب بيان تداولته وسائل إعلام عراقية محلية. نعم. معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، اعتصام آخر لأتباع الإطار التنسيقي في أو أمام المنطقة الخضراء بالتزامن مع الاعتصام القائم أصلا منذ نحو أسبوعين من قبل أتباع التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، كيف ترى الوضع في بغداد في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله بخير. حياك الله. الله يسلمك. هذا اللعب هذا كله لعب، بلعب ماكو لعب عدقون ولا شنو؟ والله هسه عجيب بخيم وعجيب سرادق وعجيب عجيب. نعم. صلاح الدين والرمادي والموصل من بالغة حقوقها. المالكي طبب لها داعش. طبب لها داعش. وهسه حاليا يقول لك المناطق المحررة، وينكم محررة عمي؟ مناطق مدمرة تحكمها ميليشيات، تحكمها ناس دايحة، ناس يجيك عساق أو قواطي ماكو. استخبارات يا بنت، شو سويت؟ ومن تحكي أقول لك أنا حررتك، مين حررتني أنت؟ أنا مطلع على كل وضع داعش، وأنا ظليت محصور يم داعش أكثر من سنتين وسبعة أشهر. شدب داعش والميليشيات كلهم 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 صب بمصب واحد. كلها صب مصب واحد. انا شفته تعبر من منطقه يقول لا ليش قول داعش يقول
زين اليوم انت شلون تشوف الوضع السياسي بالعراق مع ماكو سياسه عمي، هاي عصابات. الوضع السياسي اليوم هذه الاحزاب الاحزاب المتحكمه بالمشهد السياسي والامني في العراق من العام 2003 ولغايه الان، بيهم معتصم داخل المنطقه الخضراء وقسم معتصم داخل خارج المنطقه الخضراء، شو تريدون؟ لا هم ناشطين مدنيين، لا هم من عامه الشعب. يعني انتم لازمين الحكومه من 2003 ولغايه الان، مصير البلد بايدكم، شو يريدون ذولا؟ هذول ما يحطون كل شيء استاذ. يعني انت ليش ما طبت مكانه البرلمانيين جوا؟ طبعا البرلماني جوا وسحلة داخل يحطه بالحاويه مال الوطن. شنو يعني؟ نعم. لو يم جماعة جلال نعم، لو بيهم طلعوا برا الخارجين حوالهم بالخارج، هو يجي ياخذ المالات ويمشي. لان هنا ما تخدمه بالعراق، ما تخدمه هاي الفلوس هاي السم كلها ما تخدمه بالعراق. نعم، انا يعني اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. طبعا من ردود الافعال حول التظاهرات والاعتصامات لاتباع الاطار التنسيقي، دعا زعيم تحالف الوطنيه ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في بيان له إلى عقد جلسة برلمانية في أي مكان بالعراق لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في موقف يعتبر مناويا للتيار الصدري ومؤيدا للقوة الحليفة لإيران. معنا اتصال محمد من أمريكا، تفضل محمد. كيف ترى اعتصام أتباع الإطار التنسيقي اليوم ووصفهم أتباع التيار الصدري بالإنقلابيين؟ اسمعك حياك الله يا اهلا اهلا وسهلا. 2003 نعم زعتك هاي كلها على مود ايران، هم دول شيعه ايران ليس شيعه عراق اخي، شيعه ايران عم يموتون على ايران، شيعه ايران ليس شيعه العراق. ولا حتى عرض ما عندهم. لا 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 بس لا 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 لا, لا محمد لا لا، هذا كلام غير مقبول به، هذا السب والطعن ابدا ما نقبل به محمد، خلاص ما يصير، ما يصير غلط على أي جهة كانت، أرجوك. أحمد أبو لا لا خلاص خلاص أبو أحمد من بريطانيا، تي تتكلم بكل شفافية، بكل أريحية، بطريقة حضارية، بطريقة أخلاقية، إن كان مع العدو أو الصديق، رجاء ما نقبل هذا التجاوز أبدا. معنا أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد، خطيب التيار الصدري اليوم ذكر الإطار التنسيقي بجيش المهدي ووصفهم بخدم الاحتلال، وكذلك أتباع الإطار التنسيقي اتهموا التيار الصدري بأنهم انقلابيين. كيف ترى المشهد السياسي اليوم مع إعلان أتباع الإطار التنسيقي الاعتصام أمام المنطقة الخضراء؟ تفضل يا أبو أحمد. أهلا وسهلا على هذا النفس الوطني. حياك الله يا أهلا بك. أنا طبعا إذا تسمح لي أقسم قسمين، القسم الأول مطالب التيار الصدري للأسف تركز على فقط على البرلمان، وهذا مو مطلب شعبي. المطلب الشعبي يجب تعطيل وإلغاء الدستور، هذا المطلب الحقيقي. أما الإطار التنسيقي فحتى إذا يريدون يشكلون حكومة فهي حكومة ميتة قبل أن تولد، لأن هنالك معارضين من قبل التيار الصدري لا يوافقون على أي مرشح من جماعة. فلذلك أفضل حل أنه يتفق الشعب العراقي على الإطلاق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بتعقيل وإلغاء الدستور، مو إعادة الانتخابات. إعادة الانتخابات مو هو الحل، لأنه نفس الوجوه راح ترجع. إذا مو نفس الوجوه راح ترجع نفس الأحزاب، راح ترجع نفس المحافظة. إحنا ما نريد محافظة بالوقت الحاضر. إحنا اللي يهمنا بالوقت الحاضر شخص وطني يحكم العراق. ناس وطنيين محبين للعراق يخدمون العراق. ما نريد ناس يجون هنا بس يفكرون بحزبهم وبجماعتهم. أنا أتمنى يجي سياسي حقيقي. الآن لا يوجد سياسي حقيقي بالعراق. المشكلة الرئيسية اللي تعاني منها بالعراق كلها قضايا شخصية. تيار الصدري مع الإطار التنسيقي. بالعكس إحنا نريد شخص من باوع. أنا أكره هاي المسميات اللي طلع الاحتلال. أنا نريد شخص عراقي محب للعراق. ما لي علاقة شنو قوميته وشنو دينه وشنو مذهبه وشنو هاي. يكون رجل سياسي. عنده أهداف محددة، عنده غايات محددة، عنده سقف زمني بالإصلاح، عنده سقف زمني بتصليح كل شيء، المنظومة الأمنية، العسكرية، الخدمات. فإن شاء الله أنا مطلب الرئيسي إنه هو حل الدستور وليس إعادة الانتخابات. وألف شكر لك يا سيد عمر الوري. شكرا لك عيني أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. طبعا في المقابل تظاهر الآلاف اليوم من أتباع زعيم التيار الصدري في المحافظات الجنوبية باستثناء النجف وكربلاء،
استجابة لدعوة زعيمهم البصرة، ميسان، المثنى، بابل، ذي قار، ديالة، بغداد، القادسية، واسط، كركوك، الموصل وغيرها، خروج من أتباع تيار الصدري في تظاهرات. من ردود الأفعال حول تظاهرات الإطار التنسيقي واعتصامهم في بغداد اليوم، زعيم تحالف النصر وهو من ضمن الإطار التنسيقي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي دعا أتباع الجانبين إلى التعاون لمحاربة الفساد، وقال في تغريدة له: أدعو أتباع التيار والإطار إلى التعاون والعمل معا لإصلاح الأوضاع وخدمة المواطنين ومحاربة الفساد والفاسدين وإن كانوا أولو قربى، وشدد: نريد دولة عدل وخدمة الناس، يقول: في العدل سعة، لكن لا تضيقوا على المواطنين في معاشهم ومصالحهم وأمنهم، وابتعدوا عن الممتلكات العامة والخاصة. معنا أبو علي من البصرة. أبو علي، كيف تقرأ الوضع السياسي اليوم بالعراق، خاصة مع إعلان أتباع الإطار التنسيقي اعتصامهم في بغداد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي أستاذ عمر. إحنا ليش نسمي الإطار أتباع إيران؟ هذه بها نوع من الحساسية، يعني اليوم هذول هم الإطار، ترى هم عراقيين. لا، هو خليها في بالك، هذه التسمية هم يقولون نحن مقربين من إيران، يعني الشخصيات، لا لا هم يقولون، وهذا أصبح متداول، هذا أصبح متداول إعلاميا وكذلك سياسيا. شوف أنت تصريحاتهم كقيادات، لا 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 أنا راح أخليك تكمل، كقيادات موجودة داخل الإطار التنسيقي يقولون نحن مقربون من إيران. نعم، تفضل أبو علي. يقول التيار الصدري هم أتباع للسعودية، وراحوا للسعودية وانطوا مقتدى الصدر فلوس وانطوا القرور. عمار الحكيم عمار الحكيم كذلك زار السعودية قبل ذلك. فالح الفياض ذهب إلى سعودية. إلى قطر. زار السعودية. لا، نعم. بس ما حصل أموال. لا، ما هناك أموال. من قال بأنه حصل أموال من الخليج. فالح الفياض ذهب إلى قطر في زيارة رسمية. نعم. أي أستاذ عمر، نعم. هي شوف، خلي أقول لك، هاي المشكلة الأساسية أنا خلني أطرحها لك حقيقة. نعم. اليوم المشكلة بين التيار الصدري والإطار، هي تعرف شنو المشكلة الأساسية؟ إذا أنت ما عندك معلومة، أو الشعب العراقي ثلاثة أرباع ما عنده المعلومة، نعم. لأن هاي قضية شخصية هي. نعم. هي قضية. اليوم 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 أنت قل الشخصية، وأبو أحمد قال شخصية. أي شخصية، وحتى مواطن مصري قال الموضوع شخصي. شلون بالله شخصي؟ خل أوصل لك الفكرة. تفضل. أنا طبعا مواطن من أهل البصرة. حياك الله. في حكومة المالكي، إجى المالكي زيارة للبصرة. نعم. صار التيار مسلحين هدفوا ضد المالكي. تدري بعد هو رئيس وزراء. نعم. والسلطة موجودة موجود. نعم. أو أكو جيش، والجيش هذا ما تقصد صولة الفرسان، من سلطة يجمع على حكومة المالكي. نعم. خلو أوصل لك الفكرة. نعم نعم. صار نوع من القتال بين التيار وبين الأجهزة الأمنية. هذا بال 2008 تقصد؟ كثير من التيار. تقصد بال 2008؟ نعم. هذه المشكلة. نعم. حقيقة ظلت باقية من ذاك الزمن لهذا الزمن. وما يسمى بها هي صولة الفرسان. نعم. هذه صولة الفرسان حقيقة تأثر بالصدرين وشكلت نوع من العداء. نعم. عرفت شو؟ سيد نوني الم. لكن كلنا نعرف أبو علي. أبو علي، حتى يعني ما نذهب، تعطيني مجال. لا لا، وأنا راح أعطيك مجال. هو في سياق كلامك بال 2010. أي. لولا موافقة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، هل يجدد للمالكي ولاية ثانية؟ أخوي شنو هو؟ خاف أحكي حكاية وما تسمح لي يا أخي. لا مو مسألة. لا 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 لا، بدون تجاوز. لا 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 لا، بس اسمع. لا، ما نقبل هذا الشيء. بس اسمح لي. هو عنده ثقل بالشارع في ذلك. ماشي ماشي. هو له أتباع وله وزارات وله يعني مناصب، ودخل في الانتخابات 2010، واللي فازت، بس اسمح لي، قائمة أياد علاوي، بعدين تحالف التيار الصدري مع نور المالكي وتم التجديد لولاية ثانية له. صح لو احنا غلطانين، هذا هم ذاك اليوم، يعني ما صار له. انا ما قلت لك انت غلطان. تمام. اليوم حتى نوصل الى نقطة. اليوم بعد من 2008 2010، اليوم احنا 2022، شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ ايه
شوف استاذ عمر نعم. خل اقول لك اياها نعم. اليوم التيار الصدري هو حقيقه ميليشيات نعم. مهيمنه على الحكومه يا اخي، وهذا ما مسموح له يا اخي. اليوم كل الشعب العراقي يرفض التيار الصدري ويرفض مقتدى الصدر، واليوم الجمهور انت جبته والاف المؤلفه اليوم طلعت يعني سياسه مقتدى. وشوف خل اقول لك يا استاذ عمر، هاي رساله لك ولكل العراقيين الشرفاء. ترى شوف اذا كذبوا الحكم التيار وإذا سيطروا على العراق تقبل لا تترحم صدام حسين. أبو يعني علي ألف رحمة على أبو علي أبو علي حبيبي. اليوم أكو تقاسم بالسلطة، مو حديث اليوم والبارحة، من 2003 ولغاية الآن، إن كان بحضور نور المالكي ولا حيدر العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا الكاظمي، التيار الصدري لهم حصة، دولة القانون لهم حصة، جماعة الحكيم لهم حصة، شنو اللي تغير اليوم؟ أنا أقول لك شو سبب الهيمنة مالته، وهذول اللي عنده المسلحين، عرفت شلون؟ كثير من الحكومات اللي جت قامت تتنازل لهذا الشخص يا أخي، اللي يلملمون الوضع يا أخي، هذا هو هذا الأمريكان. زين هو من طبل البرلمان، اليوم من طبل البرلمان ما كان يعني أعلن انقلاب كامل وأخذ الحكومة. أحسنت أستاذ عمر، تعطيني مجال لهاي بس نص دقيقة أول مو أكثر. شيء هو لما دخل نعم. شوف أستاذ عمر، أول من دخل بالنسبة للبرلمان نعم والنقطة اثنين، المفروض يتحاسب عليه قضائيا. هو حقيقة اليوم كسر هيبة الدولة. هذه مؤسسات تابعة للدولة ما إلى حق يدخل للبرلمان نهائيا. اثنين، هو مو تنازل يا أخي ومو سحب النواب، شنو رجع لي يا أخي؟ احنا خلينا يا أخي أنت طلعت قلت انا انسحبت يا اخي من العمليه السياسيه، واعطى مهله للاطار، تدخل اعطى مهله للاطار في وقتها لتشكيل الحكومه. هذه كذوبه استاذ عمر، ثق بالله ورسوله كذوبه. اليوم هو بس جاوبني باختصار، جاوبني باختصار، احنا الى وين رايحين؟ احنا اليوم بظل هذه اعتصام جماعه الاطار واعتصام جماعه التيار، وين رايحين ابو علي؟ معد اتصالات. انا راح اقول لك نعم، انا راح اقول لك يقعدون مثل كل مره ويتراضون بوس عمك بوس خالك وفضلت لو شلون استاذ عمر نعم. اذا ما يصير جلسه وتنحل المشكله حقيقه انه بالتالي تنحل بالسلاح. احنا اليوم ما نرضى لا ما ان شاء الله كل الله واحد الله هيمن على الدوله، ان شاء الله الله يبعد السلاح عن العراق، كل واحد هيمن على الدوله نعم. واليوم شفت انصار حسين على السلساني طلعوا، نسأل الله أن يجنب العراق أن يجنب لأجل نعم. لأجل الدولة يا أخي، نسأل الله أن يجنب العراق والعراقيين الفتن، وإن شاء الله ما توصل للسلاح. أنا أشكرك أبو علي من البصرة كان معنا أبو مالك من أمريكا. أبو مالك شلون نشوف الوضع السياسي بالعراق اليوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك حياك الله استاذ عمر، يا هلا بك، اهلا وسهلا. وعمر انا عندي تعليق على تفضل. الاخ ابو علي من البصرة تفضل. اريد اسال سؤال لابو علي، من 2003 لحد هذا اليوم اللي متظاهرين فيه نعم. جماعة الصدر والتيار، شنو اللي خدموا العراق به؟ شنو اللي خدموا العراق به؟ شنو العراق اللي استفاد من عندهم من هاي الفترة والحكومات المتعاقبة؟ نعم. أما دول المتظاهرين جماعة الإطار، هل هم عراقيين صحيح 100%؟ ما يعرفون العراق وين واصل خلال هاي العشرين سنة اللي حكموا بها دولة؟ مو العراق انتهى، العراق راح للهاوية، لا خدمات لا صحة لا كهرباء لا تربية لا تعليم. نعم. كل شيء انهدر بالعراق، شنو اللي استفاد العراق من دولة حتى أنا أجي أطلع مظاهرات أأيدهم بس أردفتهم؟ يا أستاذ أبو عمر، مو الإنسان عنده عقل؟ هذول هل هم عراقيين 100%؟ لا والله، أنا ما أريد أتجاوز على واحد بس صدقني مو عراقيين. دولة كلهم ميليشيات بلباس مدني تابعين للأحزاب، جابوهم جماعة الكتل مالتهم الإطار وطلعهم مظاهرات. أنا ما أجي مع التيار الصدري. نعم. التيار الصدري ايضا عندهم اخطاء وعندهم ميليشيات، والجيش المهدي ما انسى اللي سوى بالعراق. لكن اليوم البلد بحاجه الى وجوه غير هاي الوجوه. نعم. الكل تتغير المفروض. نعم. شعب قسم، شنو جماعه الاطار؟ شنو جماعه التيار الصدري؟ ابتهم
هم هو هذا الزاد عمر اللي يقول الأياد علاوي كذا وهذا كذا. ليش هو العراق هسه بزياده وانت تكفخ بايران من جهه تكفخ بتركيا من جهه، الحدود السوريه العراقيه مفتوحه لابو موزه، التهريب يدخل يمنا ويطلع يسرى، شنو هو السياده الموجوده بالعراق على مود يأيدون المالكي؟ زين منو باع الموصل؟ مو المالكي؟ منو اي داعش؟ منو اللي استحدث داعش؟ مو المالكي؟ مو كانت الثريا بيد قاسم سليماني ويوجه الداعش يمين ويسار. نعم. واوعزهم 130 سياره قابله على بكره ابيها وجهها على كربلاء. أنا أشكرك أبو مالك من أمريكا وأعتذر منك على المقاطعة لأن عندنا ملفات هواية اليوم. أشكرك، كان معنا من أمريكا أبو مالك. طبعا أثر عراقيون قرب جسر ديالى جنوب بغداد على مقبرة جماعية لعدد من الأشخاص جرى إعدامهم رميا بالرصاص خلف السد الترابي لمجمع الطاقة الذرية بمنطقة جسر ديالى وعلى مقربة من السيطرات الأمنية الحكومية المتمركزة في المنطقة. أكد الأهالي بأن الجثث الخمسة المكتشفة في المقبرة اثنان منها كانوا يعملون سائقين تاكسي من منطقة الزعفرانية والآخر من جسر ديالى واثنان آخران مجهولا الهوية، لافتين إلى وجود أعداد أخرى من الجثث في المنطقة نفسها حيث تكفل سكان المنطقة في انتشال هذه الجثث دون أي جهد حكومي كما قالوا. ولفت آخرون إلى أن المنطقة ضمن نفوذ الميليشيات ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد المرور بعدة سيطرات أمنية، وأعربوا عن استغرابهم كيف دخلت هذه العصابات والميليشيات وقتلت ودفنت هذه الجثث بالقرب من السيطرات الأمنية، ومنهم من حمل حكومة الكاظمي المسؤولية عن هذه المقبرة الجماعية. دعونا نتابع ما قاله عراقيون حول هذه المقبرة الجماعية. صارنا 9 أيام ندور عليه. 9 أيام يلا لقينا. من عداء. يعني شفت العظام. يعني سبايكر الثاني هاي والله سبايكر الثاني. والله العظيم. يعني شو التكسي كتير. يعني يجمع لا قال لي كتير. حصل الله ما يوكي. حصل واحد أي واحد حتى من قلتيك يا بطاطا. يعني إذا بس عظام حصل الله ما قود يروح للطاقه هناك مسره مال السبايكر. ايوه علي عندما قود قام الطاقه عشان ابو الحمايات نايم على التبريد راتبه كله حرام ياخذ راتب حرام نايمين جدد بعد 10 امتار عن السيطره زين ترسيت جبت السبايكر هاي السبايكر الثانيه زين رئيس الوزراء بمعاقبة كل المنتزه بالموجودين هنا لأن هذا أخويا أمي أنا خطف أخويا السجانة وشان ولا حكم دولي وهم خطفوه وهم متأكد هم مدفونين هنا. لابا وين؟ شوف هناك واحد ثالث لي غاد هذا الرابع ها راس التقر يا ربي طبعا تفاعل العراقيون مع هذه الصور وعبروا عن غضبهم وسخطهم من هذه المقبرة وتساءلوا كيف لهذا المكان أن يدفن فيه أناس وبوجود القوات الأمنية حول هذا المكان. أحلام قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، لو أكو حكومة قوية وقانون يطبق وعدالة اجتماعية ما كان زاد هالإجرام والقسوة. أسيق قالت المالكي قال يجب إراقة الدم العراقي وهذا اللي دا يصير بالتسريبات بحسب ما قالته أسيل. معا قال والله عمي حرام إذا أكو رحمة واليوم الجماعات المسلحة مستعدة أن تعمل الأسوأ لأن قانون الأحزاب والجماعات المسلحة هو القانون المستشري في الشارع.
الحاج لقمان الناصر يقول: العراق إلى أين يتساءل؟ من يخطف؟ من يقتل؟ أين الأجهزة الأمنية التي تعدادها أصبح 1.5 مليون؟ أسئلة تبحث عن أجوبة حقيقية. نعم، معنا اتصال أبو علي من العاصمة بغداد. أبو علي، بالفعل ها انقطع اتصال مع أبو علي. مثلما أشرنا بأن هذه المقبرة تم العثور عليها يوم أمس في قرب جسر ديالة، بالقرب من المحطة النووية السابقة جنوب العاصمة بغداد. تحدث شهود العيان وقالوا بأن 2 من الجثث تعودان إلى سائقي تاكسي، وقالوا وأكدوا بأن هناك جثث أخرى دفنت. وبقي التساؤل: هناك قوات أمنية، هناك سيطرات حول هذه المنطقة، كيف وصلت هذه الجثث؟ من قتلها؟ كيف دفنت في هذه المنطقة المحاطة بالسيطرات الأمنية؟ أين هو دور وزارة الداخلية؟ أين هو دور حكومة مصطفى الكاظمي من هذه المقبرة الجماعية؟ نذهب إلى ملف آخر. مأساة نازحة من الموصل تعيش في محافظة ديالة تحت وطأة العوز والمرض والحرمان. مقطع تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، ما أثار غضب العراقيين وتساؤلهم عن دور الحكومة في توفير احتياجات النازحين والفقراء في العراق. فلنتابع. شوفون هاي المرأة أم زريان، مو صحيح؟ أم زريان مهجرة من الموصل، ساكنة في محافظة ديالة. هاي المرة وحدها عايشة هنايا لأن ما عندها أحد. زوجها بسبب المرض وما قدرت تتعالجه توفى، صار لها 40 يوم، الله يرحمه ويتقبله. اليوم هاي المرة تبيع كلينس بتقاطع المنصورية بعقوبة بقرب المطار، يعني ما عندها غير هاي الشغلة، وهي مأجرة 250,000 بالشهر. بتقول أنا جيت لأهل ديالة للناس طيبة، بس حقيقة هذا الحر اللي يومية من الساعة 7 لحد الساعة 8 هي عايشة بهذا المكان وبهاي اللي تعتبر خيمة، بس هي بالحقيقة ما تحميها لا من الحر ولا من أشعة الشمس ولا بالأيام القادمة أيضا من المطر. وهي المرأة كلش مريضة. تشميش مريضة؟ والله عندي السكر، سكر، وعندي ضغط، ضغط وبعد، وعجز بالقلب. عجز بالقلب؟ اي والله، ها كل الشعمال كل شيء حاسه طلعها. وعجز بالقلب وعندك حصوب المراره. اي والله، ما تقدرين تسوين عمليه قتيلي على موت؟ اي والله، لان ما يصير عندك عجز بالقلب. اذا ما يتعدل العجز ما اقدر اسوي. ها مناشده من ام زريان لاهالي محافظه تقيا. الحكومه تقول رايد لي بحسب وصفها امكينه، يعني مكان أعيش بي بكل كرامة ولو شغلة أو راتب رعاية بسيط اللي حتى أخلص من هذا الحر وهذا التراب اللي يومية يجينا. بالمناسبة أنا قعدت هنا ما يقارب دقيقتين ما تحملت، والله يعينها، وهي مرة كبيرة وقاعدة من الصبح لليل وتتمنى الاستجابة من أهالي ديالة. كما أشرنا بأن العراقيين تفاعلوا مع هذا المقطع، ومنهم من علق وقال على فيسبوك: محامي حسين البكري يقول: الله أكبر على كل ظالم ومجرم وصل الناس لهذه المرحلة من الفقر والعوز والحرمان. أما محمد النعيمي فقال: هذا الطريق رايحين جايين بالنواب والمسؤولين، معقولة ما حد شافت واهتزت بشعرة غيرة؟ أما سعد عيدان فقال: بس أريد أعرف اللي وصل الشعب لهذه المرحلة من ظلم واضطهاد وجوع وأيتام وأمراض وفقر، شنو يكون مصيره أمام الله اللي هو أعدل العادلين؟ بشار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يعينها ويصبرها. مثل هذه المرأة آلاف الفقراء عايشين في بلد الخيرات اللي دوما خيرة مول العراقيين مع الأسف. نذهب إلى ملف آخر وهو الأهوار. الجفاف يهدد الأهوار نتيجة قلة الواردات المائية، مما أدى إلى تحولها لأرض صحراء قاحلة وأشبه بمستنقعات صغيرة تحيط بها أراض متشققة ذات نباتات يابسة. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يوضح ما وصلت إليه مناطق من الأهوار جنوبي العراق. موسيقى
نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع قضية جفاف الأهوار في العراق. جود قال: من بعد 2003 فقدنا كل شيء جميل في هذا البلد العظيم. أما نصرة فقال: هذا بفضل ما يسمى حكام العراق المتعاقبين على هذه الدولة المسكينة. ميسون قالت: جميع أنهار العراق وموارده المائية معرضة للتجفيف، مع الأسف البلد يحتضر ولا من يرى ولا يسمع. الزيداوي أبو أشرف قال: تجفيف الأهوار هو عمل سياسي بحت، وعلى علم الحكومة الهزيلة السخيفة وتآمر على أهل الجنوب بالخصوص وبالإثبات الرسمي الفعلي. يقول معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، مقبرة جماعية في بغداد قرب جسر ديالة، مرحبا بك. حياك الله أستاذ عمر، وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام. يا هلا بك، أهلا وسهلا أستاذ عمر. بالنسبة للمقابر الجماعية اللي قاعد تصير، يعني سواق التسفيحات وكل الأمور اللي قاعد تصير، سواء قتل الناشطين أو قتل الإعلاميين أو قتل أي شخص مواطن عراقي بريء بعيد عن الحجاب، تتحمل الحكومة وتتحملها القوات الأمنية. ليش السبب عندنا بالعراق لا محاكمة ولا قضاء؟ عندنا حاسبة ذول القتلة اللي قاعدين يقتلون بأبناء شعبنا بالإعلاميين أو بالتظاهرات أو بالمحامين اللي حد نجمع بين اغتيال وزرع عبوات ومحطة فيها على منازل الناشطين أو على منازل المحامين. هذه كلها القوات الأمنية لها سببها. ظهور القوات الأمنية أمام هذه سلطة الأحزاب بيكثر عندنا بالعراق من 2003 لحد الآن، بيكثر عندنا القتل، بيكثر عندنا الاختطاف، بيكثر عندنا المخدرات، بيكثر عندنا الفساد. كل هاي الامور سبب ان الحكومه ما عندنا حكومه قويه وسلطه قضائيه تحاسب هذول المجرمين. لو كان عندنا سلطه قضائيه قوات امنيه لازم الامور يعني نقدر نقول هي الكل بالكل، ما كانت تحصل عندنا هيك اغتيالات، ما كانت عندنا تحصل هيك خطر. ضعيفين الفلوس اللي عندنا موجودين اللي سببها هم هذول اللي قاعدين يقدم بدنا شعبنا، هم ناس يعني استغلوا الامور خلص الوقت بسبب عدم المحاسبة، عدم ملاحقتهم، عدم مطاردتهم من القوات الأمنية. أنا أشكرك، أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. دعونا نذهب إلى الهاشتاج: الموظفون من العلوميين في وزارة الصحة طالبوا بصرف مستحقاتهم المالية، حيث تفاعل مغردون عراقيون على تويتر مع مطالبهم بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثمانية أشهر. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم رواتب علوميين يا وزير الصحة. آيات غررت وقالت: ثمانية أشهر يشتغلون مجاني، شلون تعيش عوائلهم؟ يخلصون شغل بالثنتين، يعني حتى ما يلحقون يشتغلون شغل. اتقوا الله، 7000 شخص بدون دخل مالي. أما تغريدة من كرار يقول فيها: إلى متى المماطلة يا وزير الصحة؟ هدى فاضل: فقط في دولة لا دولة موظفين ما يستلمون رواتبهم لمدة 8 أشهر. تغريدة من مسلم قال فيها: 8 أشهر وإحنا نقوم بأكمل الواجبات الموكلة إلينا بلا كلل ولا ملل، وهذا نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا. إلى الآن الأوان يتساءل أن يشعر المسؤول الحكومي بواجبه تجاه موظفيه والشعب. أليس منكم نتعلم المسؤولية؟ لماذا التسويف والمماطلة يا وزارة الصحة؟ رواتب علوميين يا وزير الصحة. نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. تحدثنا في هذه الحلقة حول العديد من الملفات التي تفاعل عليها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها اعتصام أتباع الإطار التنسيقي في بغداد اليوم، المقبرة الجماعية قرب جسر ديالة جنوبي بغداد، صور من صور مأساة النازحين عرضناها هنا في صوتكم، وكذلك تحدثنا عن جفاف الأهوار جنوبي العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.